كان المميز فيه المرة دي ان هو محطوط عليه شعار صنع في الصين، انتاج محلي بأقل من تلت ثمنه الاصلي اللي كان ناوي يشتري بيه الدراع الاصلية. في نفس الوقت اللي طلع فيه الرئيس الصيني واعلن ان بلاده لازم تحط ايديها على كنوز المحيط الخفية ولازم تنهض بالصناعات اللي هتساعد في الوصول للهدف ده، ومنها صناعة الروبوتات. في اللحظة دي أدرك ليو أن جزء من مشروع وطني عملاق انطلق من 2015 تحت شعار صنع في الصين 2025، وهدفه كان إعادة توزيع خريطة الصناعة والتكنولوجيا العالمية. المبادرة اللي ضمت 10 مجالات أساسية الصين ناوية تحقق فيهم اختراقات كبيرة السنين الجاية، وده اللي يمكن مخليها الفترة الأخيرة قادرة تقف وتتحدى الهيمنة الأمريكية وتاخد زمام المبادرة بنفسها. واحد من أهم وأقوى المجالات دي وهي اللي هنتكلم عنها النهاردة هي الروبوتات الصناعية، وإزاي الصين هتستخدمها لصالحها في اكتشاف واستخراج كنوز المحيطات. كل مجال منهم عبارة عن جزء صغير جدا من الحرب التجارية الشرسة بين أمريكا والصين. كفاية أن أقول لك